بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مستر مصطفى محمود. والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة الجرامر بتاعتنا. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين الستيبس اللي احنا هنمشي عليها، هنبص مع بعض في أول خطوة عندنا هنتكلم عن البوسيسيف أدجكتيفز اللي هي صفات الملكية، بعد كده بوسيسيف بروناونز ضمائر الملكية، بعد كده ناخد اكسرسايزز، واخر حاجه عندنا النهارده الكونفرزيشن تايم وقت المحادثه. ودي السلسله اللي احنا ابتديناها المره اللي فاتت بتاعه الكونفرزيشن تايم، بنتعلم من خلالها ازاي نسال وازاي نجاوب الاسئله العامه اللي موجوده في حياتنا. نركز النهارده مع بعض كده ان شاء الله، لان احنا اتفقنا ان السلسله بتاعه الجرامر ديت اللي ما كانش متابع معانا يتابع الفيديوهات من الاول. ديت اللي عن طريقها هنوصل ازاي نقدر نكتب جملة كاملة. زي ما احنا شايفين دلوقتي البوسيسيف ادجكتيفز اللي هي صفات الملكية، اول حاجة هنعرفها اللي هي السبجكت بروناونز ضمائر الملكية. انا اسف، السبجكت بروناونز ضمائر الفاعل اللي احنا بنستخدمها لما بنيجي نتكلم. اول واحدة عندنا اي اللي هي انا، هي هو، شي هي، it هو أو هي الغير العاقل، they هم، we نحن، you أنت أو أنتم. لما أكون بتكلم عن نفسي يبقى البوسيسيف أدجكتيف بتاعتي هي كلمة my، ونلاحظ إن أنا كاتب جنبيها ي. معنى إيه الكلام دوت؟ يعني أنا مثلا عندي كلمة كتاب يعني book، عايز أقول كتابي يبقى my book. عندي بعد كده كلمة his، عندي مثلا بن يعني ألم، عايز أقول ألمه يبقى his بن. لما تكون حاجة بتاعت بنت يبقى استخدم كلمة هير، حاجة بتاعت شيء غير عاقل يبقى نستخدم كلمة its، حاجة بتاعتهم هما يبقى كلمة their، حاجة بتاعتنا كلنا تبقى كلمة our، حاجة بتاعتك انت تبقى كلمة your. وهي دي البوسيسيف adjectives اللي هي صفات الملكية. وخلي بالنا في خطأ شائع موجود في المدارس، بنقول الناس بتقول عليها ضمائر الملكية، ديت مش ضمائر الملكية، ديت اسمها صفات الملكية، لأن احنا عندنا زي ما احنا شايفين دلوقتي حاجة اسمها possessive pronouns اللي هي ضمائر الملكية. ضمائر الملكية بتاعتنا النهاردة لما تكون حاجة ملكي يبقى mine، بعد كده his يبقى ملكه، hers ملكها. طبعا غير العاقل ملوش ضمير ملكية، هو ليه صفة ملكية بس. بعد كده theirs ملكهم، ours ملكنا، yours ملكك أو ملكك أو ملككم. يبقى في فرق ما بين البوسيسيف adjectives صفات الملكية والبوسيسيف pronouns ضمائر الملكية، ونعرف الفرق دوت مع بعض واحدة واحدة بحيث إن احنا نقدر نفرق ما بينهم. وهنا زي ما احنا شايفين دوت عبارة عن chart، جدول العنوان بتاعه important مهم. وهنا هنعرف الفرق ما بين السبجكت بروناونز ضمائر الفاعل، بوسيسيف ادجكتيفز صفات الملكيه، بوسيسيف بروناونز ضمائر الملكيه. طبعا احنا قرانا الثلاثه مع بعض في الورقتين اللي فاتوا، بس في الورقه ديت هنعرف الفرق ما بينهم. لو احنا بصينا تحت السبجكت بروناونز هلاقي ان هي بتاتي في بدايه الجمله، يعني احنا بنستخدمها لما نيجي نتكلم عن نفسنا. بعد كده البوسيسيف adjectives صفات الملكية لابد أن يأتي بعدها اسم الشيء. يعني يجي بعدها اسم الشيء، يعني مثلا كتابي يبقى my book، قلمه his pen، فستانها her dress. لما جينا نتكلم مثلا عن القطة يبقى its tail ديلها، their school مدرستهم، our family عائلتنا، your desk يعني المقعد بتاعك. يبقى لازم يجي بعديها اسم الشيء اللي احنا بنتكلم عنه. لكن البوسيسيف بروناونز اللي هي ضمائر الملكيه ديت بتيجي في الاخر وما بيجيش بعديها اسم الشيء. يبقى لما اجي اتكلم على حاجه ملكي اقول ماين، حاجه ملكه او الهز، حاجه ملكها او الهيرز، حاجه ملكهم ذيرز، حاجه ملكنا اورز، حاجه ملكك او ملكك يبقى يورز. وهو ده الفرق ما بين البوسيسيف adjectives والبوسيسيف بروناونز. والورقة دي مهمة جدا عندنا نركز معاها كويس، لأن هو ده الفرق ما بين الاتنين. وزي ما اتفقنا إن زي ما في كل قاعدة زي ما بناخد الجمل بتاعتها
بناخد الكويستشن السؤال. يبقى النهارده بنتعلم للسؤال عن الملكية to ask about possession بستخدم كلمة whose يعني ملك من، وكلمة whose هي أداة الاستفهام اللي بيجي بعديها اسم الشيء. For example على سبيل المثال زي ما احنا شايفين whose book كتاب من أو whose books كتب من. وطالما دخلنا في قصة book وbooks يبقى احنا عندنا singular وplural. لما اجي اسال على حاجه سنجولار يبقى لازم استخدم از، حاجه بلورال يبقى استخدم كلمه ار، وبعد از لو الحاجه قريبه مني يبقى ذس، لو حاجه بعيده يبقى ذات، وفي نفس الكلام مع كلمه ار لو حاجات قريبه يبقى ذيس، لو حاجات بعيده يبقى ذوس. وناخد اكزامبل عشان يوضح لنا النقطه دي. في نمبر 1 بيقول لي ايه هوز بوك از ذس، كتاب مين ده عفوا. لما يجي حد يقول لي whose book is this ممكن اجاوب بطريقتين، ممكن اجاوب باستخدام صفات الملكية يبقى اقول it is my book، يبقى انا هنا ذكرت اسم الشيء عشان كده استخدمت كلمة my، يعني معنى الجملة ديت انه كتابي. وممكن اقول it is mine يعني انه ملكي. هنلاحظ ان كلمة mine مجاش بعديها اسم الشيء. نفس الكلام مع البلورال الجمع whose books are these، لما جينا جاوبنا قلنا they are my books يعني هم كتبي او they are mine انهم ملكي. ونلاحظ كده نقطة في السؤالين ان احنا سألناهم، في السؤال الاولاني استخدمنا كلمة whose في السؤال فقط وكلمة this برضو في السؤال فقط، لما جينا جاوبنا استغنينا عنهم خالص. نفس الكلام في السؤال التاني استغنينا عن كلمة whose واستغنينا عن كلمة these. وبكده يبقى احنا خلصنا الاكسبليننج الشرح على الفرق difference between possessive adjectives and possessive pronouns، وده كان الفرق ما بينهم واللي قدامنا الوقت اللي احنا اتعلمناه اللي هو question السؤال بتاعها. بعد كده نخش على الاكسرسايزز التدريبات اللي هي هتثبت المعلومة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين بيقول لي supply، supply يعني اكمل، هتكمل باستخدام ايه صفات الملكية. طب انا هنا يا مستر لما اجي اجاوب لازم اركز على السبجكت بروناون او النون اللي موجود، ضمائر الفاعل او الفعل اللي موجود. فور اكزامبل لو بصينا في نمبر 1 بيقول لي علي is playing with، احنا بنتكلم هنا عن مين؟ تمام، عن علي. علي دوت ولد ولا بنت؟ ولد. لما اجي اتكلم عن حاجة بتاعت ولد لازم استخدم كلمة تمام اللي هي ملكه اللي هي كلمة his، يبقى علي is playing with his ball، علي بيلعب بكرته. نمبر 2 بتقول لي I am يارا، نقط dress is yellow. هنا في ناس بتتلخبط، واحد يقول لي طب ما هنا ذكر كلمة I فهستخدم my، وفي واحد تاني يقول لي ذكر يارا هستخدم her. طبعا هنا تركيزنا على أول جزئية اللي هي مين؟ I am، I am يعني أنا، يبقى انا بتكلم عن نفسي، اي ام يارا انا اسمي يارا. ولما اجي اتكلم عن نفسي يبقى هستخدم صفه الملكيه اللي هي تخصني اللي هي كلمه تمام ماي، يبقى ماي دريس از يلو، يبقى اي ام يارا انا اسمي يارا وفستاني بيكون اصفر. اخر جزئيه هتكلم فيها في نمبر 10 علي اند اي لوك ات نقط بيكتشرز، السؤال دوت هسيبه لحضراتكم واللي هجاوب عليه ليه هدية من عندي بس يفهمني طبعا السبب، وياريت يكون التعليقات بتاعتنا تحت الفيديو علشان اقدر اميز مين اللي جاوب الصح من الغلط، والهدية بتاعتي هتبقى هدية رمزية ان شاء الله، وهقدر اوصل لكم بامر الله عن طريق التليفون او عن طريق اي حاجة بحيث ان انا اديكم الهدية بتاعتي. نيجي the last step، اخر خطوة عندنا هي conversation time وقت المحادثة. اللي ما كانش متابع معانا في الفيديو اللي فات نعمل مشاركة عليه ونبتدي نراجع، لان احنا خطوة خطوة نبتدي نتعلم الكونفرزيشن المحادثة. المرة اللي فاتت احنا اتعلمنا ازاي اسأل عن الاسم، النهاردة هبتدي اتعلم اسأل عن السن، انت عندك كام سنة؟ زي ما احنا شايفين how old are you، لان احنا ما بنيجي نسأل عن السن بنستخدم كلمة how old.
وفي نقطة احنا خدناها برضو مهمة، قلنا ان طول ما كلمة are you موجودة في السؤال بتتحول لكلمة I am. يبقى لما يجي حد يقول لي how old are you، ممكن ارد عليه بطريقتين، ممكن اقول له I am 7 بس، وممكن اقول له I am 7 years old، انا عندي 7 سنوات، وممكن اجابة تالتة برضو اقول له 7 سبعة بس. يبقى انا ممكن اذكر الرقم السن بتاعي اللي هو 7، ممكن اقول له I am 7، ممكن اقول له I am 7 years old. ده بالنسبة لما اعرف انت عندك كام سنة، عرفت اسمك وعرفت سنك هبتدي اطمن على حالتك. يبقى اقول لك how are you، how are you، كيف حالك، ليها كذا رد برضو. ممكن اقول له I am fine thank you، ممكن اقول له fine thanks، وممكن ارد عليه بكلمة واحدة هي كلمة fine. الكلام ده امتى يا مستر؟ لو انا كويس. لو انا مش كويس اقول له not good او I am not good، انا مش كويس. وممكن لو انا نص نص اقول له ايه I am okay، I am okay، انا كويس. يبقى كده انا هعرف اذا كان انت عندك حاجة ولا مش حاجة لو انت قلت لي not good او I am okay. ودي كانت اخر حاجة معنا النهاردة، conversation time، وقت الايه المحادثة. وبكده يبقى احنا نهينا الفيديو النهاردة بتاعنا، ويا رب تكون المعلومة وصلت لنا بطريقة مبسطة وكويسة. ولو في أي كومنت أو أي استفسار يبقى تحت الفيديو إن شاء الله، وما ننساش برضو نعمل سبسكرايب شير لايك، وندوس على جرس، على زر الجرس، عشان يوصل لنا كل جديد بأمر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.